هذا ويولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التعليم أكبر درجات الرعاية والاهتمام باعتباره ركنا أساسيا من أركان المسيرة التنموية الشاملة. لطالما آمن جلالة الملك المعظم بأن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الإنجازات الوطنية والركن الأساسي الذي تقوم عليه المسيرة التنموية الشاملة، فكان الدعم لتطوير العملية التعليمية والاهتمام الحكومي لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. شرفنا اليوم بلقاء سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مع أبنائه من المتفوقين والمتفوقات من المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، وأيضا من الطلبة الحاصلين على الجوائز الدولية ومن أصحاب الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. طبعا لفتة كريمة من سيد جلالة الملك المعظم، وسيكون لها انعكاس كبير جدا في نفوس الطلبة وسيتذكرون ذلك أمد الدهر. اهتمام جلالته حفظه الله ورعاه بالتعليم وبدعم المنظومة التعليمية هو أساس التقدم الذي حققته مملكة البحرين على مستوى التعليم، ومن دون شك الخطط والبرامج الحكومية التي تديرها حكومة مملكة البحرين برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أساس في النهضة العلمية والتربوية التي تشهدها مملكة البحرين. فكل الشكر والتقدير في الواقع والامتنان والعرفان لسيدي جلالة الملك المعظم، وإن شاء الله وزارة التربية والتعليم سوف تستمر في تطبيق السياسات والاستراتيجيات المقررة من قبل الحكومة الموقرة لتطوير التعليم والارتقاء بمستوياته محليا وإقليميا ودوليا. وليس قريب على أي مواطن في مملكة البحرين ما يقدم سيدي جلالة الملك لدعم المواطن البحريني والأمن والأمان الذي دائما يوجه به والحياة الكريمة التي نعيشها. وإحنا لله الحمد نعيش في نعمة الأمن. هو اقتبس جزء من كلمة سيدي معالي وزير الداخلية الذي وجه الآباء للمحافظة على الأبناء ودعمهم وتوجيههم توجيه صحيح للمحافظة على مكتسبات الوطن. حفظ الله مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. اليوم شيء مميز، وشيء مميز حق التعليم في البحرين. بكرمون طلاب المتميزين في جميع مراحل التعليم سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو في جميع مراحل الجامعية، فهذه يعني دعم حق كل طالب بحريني متميز وحق الطلاب اللي في المدارس إنه يكونون يعني تكونوا متميزين ويدافع لهم التميز في مجال التعليم. لقد تشرفنا اليوم بلقاء جلالة الملك المعظم وكعادة جلالته بمقابلة المواطنين. نتشرف دائما بسمع توجيهات جلالته، وهذا إرث طبعا اكتسبه من الآباء والأجداد في التواصل مع المواطنين. واليوم كعادة جلالته تم تكريم المتفوقين في المحافل المحلية والدولية من أبناء البحرين، وشيء طبعا البحرين لها تاريخ في موضوع التعليم وفي موضوع الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي. انطلقت النهضة التعليمية في مملكة البحرين من أساسها الوطني وإرثها التعليمي المشرف الذي يتجاوز القرن من الزمان، وقد عملت المملكة على تعزيز برامجها التربوية ومناهجها التعليمية من خلال تضمينها بالمبادئ الوطنية والحضارية والإنسانية وقيم المواطنة وروح الانتماء والمسؤولية وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش، إلى جانب سعيها لمواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات الرياضيات والعلوم واقتصاد المعرفة والمهارات الرقمية وغيرها. طبعا اليوم حصل لي الشرف أن يتم تكريمي من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وهالشيء جدا يسعدني لأنه يشجع الطلبة على المشاركة في هالمبادرات وخليهم يواجهون تحديات الحياة، لأن في هالمسابقات تصير الطلبة يواجهون وايد تحديات. اليوم يسعدني تواجدي وتكرمي من قبل حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك معظم حفظه الله ورعاه، وهاي الشرف يعني كبير جدا لي ودافع لكل من حاول وجاهد وسعى، وهذا يجعلنا أناس نحاول ونطمح ان نجتهد
ونحمل على عاتقنا مستقبل البحرين بإذن الله. وشعور حلو لله الحمد أن الطالب بعد الجهد بعد التعب يكرم مثل هاي اللقاء مع جلالة الملك حفظ الله ورعاه، ولنا الشرف ولنا الفخر، وإن شاء الله دوم نكون عند حسن ظن البحرين ونكون رافعين رأس البحرين والحمد لله. تكريمي بمناسبة نشر بحث من الجامعة الأيرلندية في البحرين، هو بحث أول من نوعه يكشف علاقة نقص السكر ومرض الزهايمر، أول بحث من نوعه في يوم كتابة البحث، والحمد لله تم نشره في مجلة عالمية. وتشرفت اليوم أني أسلم على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإن شاء الله دوم نكون رافعين اسم الوطن ونكون في خدمته إن شاء الله. تكريم أعتز فيه، وهو محصلة لجهد 12 سنة متواصلة من الاجتهاد والدراسة، وإن شاء الله الله يقدرنا أن احنا نرد هذا نرد الجميل اللي قدم الوطن إلينا من خلال خدمته في السنوات القادمة إن شاء الله. أود أن أشكر جلالة الملك على تكريمه لي اليوم بمناسبة وصول بحثي إلى العالمية، وهذا بالنسبة لي شيء جدا فخورا به، وأتمنى أن هذا يكون بالنسبة لي حافز لتقديم الأفضل للوطن. أحب أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على عطائه وكرمه وتكريمه لنا، وإن شاء الله أخدم هذا الوطن بالعطاء وأتفوق وأساعد هذا الوطن بأنه يتفوق مع الأجيال القادمة. وفي ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، تم إطلاق العديد من المشاريع التعليمية الكبرى والمؤسسات لنجد التعليم في المملكة أصبح علامة مميزة في المنطقة ومثالا يحتذى في التطور ومواكبة المستجدات وتحقيق الإنجازات. وأصبح الطالب الخريج من المؤسسات التعليمية في المملكة في مستوى أقرانه من خريجي الدول المتقدمة، ومتزودا بالمعارف والمهارات والخبرات التي تؤهله للالتحاق بأفضل الجامعات والانخراط في جميع الوظائف. ونحن اليوم نحصد ثمار هذه النهضة التعليمية ونرى نتائجها على أرض الواقع.